بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم إبراهيم قشير، مؤلف كتاب استراتيجيات القدرات، ومن هنا نبدأ القدرات ومقياس موهبة وقدرات الجامعيين، وكتاب الجي اي تي، أول كتاب بالمملكة للقدرات باللغة الإنجليزية. حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على اختبار القدرات. نكمل معا لبرنامج دقيقة قدرات مع السؤال الأول على الحجم. بيقول هنا: كم أكبر عدد من المكعبات التي طول حرف أي منها 3 سنتي يمكن وضعها داخل متوازي المستطيلات المجاور؟ هو هنا معطين متوازي مستطيلات أبعاده 30 و9 و12، وطالب مني ان انا اعبيه بمجموعة من المكعبات طول حرف الواحد 3 سنتي. انتوا عارفين طبعا ان في قانون لعدد المكعبات. بقول هنا عدد المكعبات يساوي حجم متوازي المستطيلات اللي هو الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع على حجم المكعب، وانتوا عارفين حجم المكعب بضرب الضلع في نفسه 3 مرات، ولأن طول الضلع 3 أضرب 3 ب3 ب3. أفضل شيء عملية التبسيط، أقسم 30 على 3 فعلى 10، 9 قسم 3 فيها 3، و12 قسم 3 فيها 4. أضرب الآن 3 في 4 ب12 ضرب 10 هيعطينا 120 مكعب، وبكده أختار جيم. نقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال المهم في تجميعات الورق والمحوسب. بيقول: في الشكل المجاور إذا كانت جميع المثلثات متطابقة الأضلاع، ومعطيني هنا طول الضلع ألف باء بيساوي 16 سنتي، طالب مني محيط الشكل. أول خطوة عندي أخذ الآن 16 هذه وأقسمها على 4. ليش أقسمها على 4؟ لأن الطول من ألف إلى باء هذا 16، وهنا يعتبر 4 قطع متطابقة، لأن هو قال إن جميع المثلثات متطابقة الأضلاع. 16 قسمة 4 فيها الأربعة، إذن طول ضلع المثلث الواحد هيساوي 4، يبقى هنا 4 وهنا 4 وهنا 4، وأنتوا عارفين طبعًا إن المحيط هو مجموع الأضلاع. أجمع الآن أضلاع المثلث الأول 4 زائد 4 زائد 4 هيعطينا 12 سنتي. بدل ما أجمع أضلاع كثيرة أكرر، لأن المثلث ده مطابق مع المثلث هذا، يبقى هنا 12 وهنا 12 وهنا 12 وهنا 12، أضرب 12 في 4 مثلثات هيعطينا 48، يبقى محيط الشكل الأمامي 48 سنتيمتر، وأختار باء. مع هذا السؤال القوي بيقول: في الشكل المجاور أوجد محيط المربع المظلل، علما بأن طول ضلع المربع الكبير 28 سنتيمتر. في معطى هنا مهم على الرسم، إن القطعة المستقيمة هذه من هنا لين هنا هذه بعشرة، وهي متطابقة مع باقي الأضلاع هذه، وطالب مني محيط المربع المظلل اللي في الوسط هذا، يبقى لابد أجيب الأضلاع حتى أوجد المحيط. طبعا بيقول طول الضلع كامل للمربع الكبير 28، طيب ممكن أوصل كده أصبح الضلع ده 10 والضلع اللي تحت كمان 10، لأن مطابق كما تعلموا بالرسم. طب 10 و10 كام؟ 10 و10 20، باقي كام من 28؟ باقي 8. إذن عندي الآن مربع طول ضلعه 8، لما أحب أجيب المحيط أجمع 8 4 مرات، أو أقول 8 ضرب 4 وهذه أفضل، 4 × 8 هيعطينا 32 سنتيمتر محيط المربع المظلل، وبكده أختار ألف. سؤال آخر سهل على المستقيمات والزوايا. بيقول: في الشكل المجاور أوجد قيمة س، معطينا مجموعة من الخطوط المتقاطعة وهذه الزاوية س، طبعا هذه س وهذه س بالتقابل بالرأس. ممكن الآن أوجد هذه الزاوية، هذه زاوية مستقيمة، الثلاثة دول مع بعض هيعطينا 180 درجة. طب هنا كام؟ 50 و70 يعني 120. أنقص الآن 180 ناقص 120 هيعطينا س قيمتها 60 درجة. طبعا الزاوية هذه 60 درجة وهذه تقابلها بالرأس 60 درجة كذلك، بكده أختار باء. نلتقي بعد قليل إن شاء الله مع تكملة لبرنامج دقيقة قدرات. شكرا والسلام عليكم.